بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سنقرنا أنه موضوع أول إسلامك والدين تودن صليك ولا إله إلا الله. إله كلام مجر الله مويان وكلمة الله صدري رسوش يودن. الله عليه سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسول ما أن ندرن هذه ظهرتها نبي محمد إلا وحن أوحي ينجرنا هذا ندرنه إن أرنتو تاي لا إله إلا الله إيه فاعبدون. لا إله إلا أنا إن تاي إيه فاعبدون يعابدون. رسول شيطان أقوام تضمرك وي ماذا ورك إيكوع علنا يا نصور ذا قرآن كان كوارني ورسول البؤولي وحوي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأسكت تفسير كلفتي زوي أنا إلهك لما جرى الله مو يعني إيه الله عابده إلهك لما له لنا وأسلم ماشي مرك هذان كلمة أوفير صنو وحوي لبا أرم بي ماشاس يعني نوغم مغنية مدو حوي إن إله النمد الله كلي أوليه إيه تان لابتان تان كلو أه إن الله وحكا سوهري تذكب أوجه الريان إن أدوميين ولا ربو إن الله عابدان مرك الله الله وهذا الله دونك أبوري أو إله كل يسعى إيوه تذكي ولا ربو إن عابدان مرك إلو إله نمدي الله هي أدون نمدي تذك هي أدون وهايان الله وهي اللب أرنا هو مهم سن أو ماشي يلا مرك سي أن أفهمنه معناها يكفر لذا أرنتان إريغان سيد أويه وإن الحغير وحسقت المانا هبك الله سبحانه وتعالى ومسألة أصوباً لي أرنتان معناه حوي ما دام أن نرشو لن إسلامك وحسلق أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما دام صلق أطهي معناه هذا حوي قفك ملوى إليك جارسي سناتا أي نلوشي صوت أي حكمته مركب ماشي أصحاقيوي سي أرنت أصحان إذا أما أبكيبو الله سبحانه وتعالى أصحاب اللي حوي الله سبحانه وتعالى مركو يعني قرآن كشر حي مسألة ذا لابد نعبا آدي أدلك اللغة الماما لنعب حوي قرآن كيو شر حي و الله سبحانه وتعالى وغهد لي إله النمذا قال له إسكلي إله النمذا أسأل له إليه هنا وحصل لك أه أرنت اللي يرى هذا وود كون كون نوقع أنت الله كوي معنى إساق أبوري وحكس وحول بسائر زاغي وحول بعلم قول الله هي حكمة دي زوكو سعودسية وحكت دبا هاللي كرمله سي الله صود دون أي عالم كاكيالا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن عدك لأصوف رقشن كرت وأود لمنه عد وحلو ذاك تمله عد إساق إذن كيس الآن وحشفيعي كثمله مرك ما دام وحول بقى الله سبحانه وتعالى أي كل يهين قفك بني آدم محل ربا مرك إنه لشي صدن يوح أصمان يقدم الله زوه جامي اللي يكو إرزاقي أو كمارت يعني كو أبوري مرك يهور دعانتنا كوها ينلش هذا دم هذا وحا بخص بقى إن نلش هذا رأو ليبت وإزي كلي يسود الليس وكلي يبريده وعدك لا إيسان قلبي هذا كجير سابت عدك لا أود له وحكو قبل كرت مالي هبك مرك الله سبحانه وتعالى أصاب بنتي جي واهب ساو مرك أرنت هك هذا لي الله وحده سبحانه وتعالى يا رب ذنب قرآنك وجه الله الله إن إلى هني ماذا الله يا رب إن مريز لو حريه يعني أود أقوله هي يعني كون كان يقعد أقوهي يا لو حريه أنت سي وسي حوجي الله سبحانه وتعالى قرآنك وحاد يا أبو بدن إن دتك للي يا هريري النفيرش
سمد فيرش لولك فيرش جيدا فيرش حولا فيرش آيات بإنيهين مركا أدان لبدا اسكو درنا مركا قرآن كينا وحصابا ديها يا وحانا وحانا الإذين سمينا الله عابدو أنا إذا أبو رئي رزق أنا إذين الله عابدو أنا مامولا يوحوال بكعان تقوي يا عابدو ساسو قرآن كسوحا هادانا قفك مسلم كأها قرآن كمحال لك الربا إنو إنتو أخرجتو مال الله ماشي آيات باكو جرسل لي رادو إنو دبت إنتو أبحو أمركو نلوشي سعادي شقاي سني إنو آيقو حكو هاري ريسان إلهي سوء مامولا سبحانه وتعالى قرح إسا حكا صبحية وحكا أريد ربك إسا كينا قيدي صبحية أركيسا الله صبحنية حتى إنت سكلي ما يعني حبت روك الوريدو الله سبحانه وتعالى كالدن بلي وقيد كسو صاري مش يعني حولها الله سبحانه وتعالى على شو ذي يروح كجري يو عانو خالص أو لعب يو الله سبحانه وتعالى نور السمي وحاسون القرآن كي بالغت المامي مرك القرآن كوحو نور جيدين هي إن أن كون كأجنو لبدا مسألة مرك ومسألة طبيعي أو عقل قل وقتل نيسا خصبنا عن أهين أوقفك وحال ربع سوى الله غصب إنو عقل أهان كفهمه وأنا أبو القرآن كوحوصه بندقه عقل أهان أفهمه إنه سن مالك له آذ أسئسين جر لأن أبوه ذو نسيك عن سكو لمت ساكو نولي سابرك دلي وحا الله وحا آد هاي ساتو النعمان ساكو زي ساكي أنا كاقاذي كرو نبي عاف ما در رئيه هادي نبقو كوي مادن ألا كليا كابد بادن كرو معناه مركز طبيعة وحاو قدالني إن الله هسكلي أتكو حراتو ألا كليا كدن بيس مركز الله محوليه سبحانه وتعالى مثلا هذا آيات سورة يونس وسورة ياسين هذا كسو قادم الله وحليه سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون رول كام إلى سبحانه وتعالى وحيري رول كاس ميت كا يعني رب أنت قلت إن كذا كسر صار وحاسد كله شيء مرك مرك أفلا يشكرون ذك مين الله كشكرني الله وحيري سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون بل كورن بها عبيزان أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بإذن كان كسر دجي ضرورة بس أنا كسر دجني لو نشاء جعلناه أجاج هذا دون بيا سبحانه كذي بيا خرار وأن لعبي كرم فلو لا تشكر معناها الشكر هي قد الشدة وعبادة اللي اسكربوا إن الله سبحانه وتعالى كم هذا والله أضام مهد لتراه ومقعي سأد حسته والحمد لله رب العالمين أتراه وقولي بقى عمل أتقدرت تاسي كان سنة سمعنا مارك الله سبحانه وتعالى وحا أنا هيسان الله مدام ونسيه هذا إنان الله كو شكرن ونعابدن والله آن يعني نعمة ضرنا سوء تيرنا ولقاه مرمى لنا عكر الله سبحانه وتعالى محنوت الماضي وصفات كذا كم ذا القرآن كله سوء عليه اللو إذا الله صعدا نلشي نلهم بوجي وحلا واحد مذنتين إيوه وحي جدهن أو ضد كلا إنسان قانون أو أول كين كجرا إيوه واحد نلشي إن كم موضع إذن كظاهر كأذكى جرنا إنسان الله سبحانه وتعالى سأوك بعدين سأوك waxa u baahan tiin isa garnay sida ogi baahidiin wax ku dajinaya oo baahidiin wax idan ku siinaya aqoontaas allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay mas'alada way yani tan ay ka dhalnayso marka inuu qofka xishoodo oo uu isiraado allah kula socdo allah ku og waxaad oranaysaa wuu ogyahay waxa qalbigaadu ku jiro ogyahay taasa cabsii keenaysa marka cabsida iska imanayso cibaadada yani qofka iska sameen maayo لكن مركو أركو إن وح والبوا الغلص عليه هذا أو كراما كاتبين حتى يعني رسول إلهي ملائكة كأقرئ سواح الله واحد سمينس أو في بريل الغول حساب سميها أفكوا بقية عشان هذا سواح اللود اللي لين عكلي ملك يبغرتوه إذا الله كلي عسكر سبحانه وتعالى وحاله من قعدت وكاكاي موت كساك هنا وهو القاهر وفوق عبادي وهو الحكيم الخبير الله سبحانه وتعالى إسأله وح والبوا معمولة أو ذاك الدلة يعني وحي جيري إلى سبحانه وتعالى أخر أحداثا هي أمورها دعية وما له البان أركان
أما شيلها هذا أما حولك يعني هي واحدة يعمي أو أما واحد جبتي أما يعني واحد دون كذا عيورن الله سبحانه وتعالى كريه يزبا مامولي مركز الله سبحانه وتعالى مدام واحد وقع عنده وقايو هذا يخوفك وحين غور الله كريه رجيه وقال لنا عمدي دائم يالي كريه وكبري وحي كل عنا وقضوا القاتل وكسبروا لأن أول بأدوم بوها سأل الله سبحانه إلهي سبحانه وتعالى كي يالنا وإن رالك النغة معاني لأس مركز قفك هذا كفكر وكل نغة هذا وحاقصه بحيث إن لا إله إلا الله أن لا نهي إن إينا أفكلي أهين أي نرك هذا ميس هذا إسلب بدلية معنا عبس ما هو قليسة وحاكو قليا يعني شكر إلهي وحاكو قد بنيسة وحاوي رجاكو قليسة كلي يباد رجينيسة وبريسة لذلك الحكم كي مامل كيرا لأن آخر إساء قعنتك يا الله سبحانه وتعالى سيدا أوقيت آخر وحق يجزو وآخر وحق يعني لغو قرين وحق برئات كش الله يدو نلشي صدنا مامرك اسم الدليس ولذلك بان مشيغي وضر حمان ماي وضر يعني حوله وضع ماي وحوله لك يال حتى قادم ماي نلشي صدنا بقى وحين نخوني زنا نلو توصن نلو شاس توصن ويهي نلوش إسلام إلهي سبحانه وتعالى داتك أغيري روح داتك النبات قلني نبقى نلو أركينو داتك محتري وحاس أطري إلهي سبحانه وتعالى أجر أغير هذين خير كدتك أشيغي ما شو يمادم أن خير كشك يعني أو خير أن قبني نلشي ساس سيدا كلي يكون نغن كرتو حوي إنو الله سبحانه وتعالى كبغيو وألك حساب تميو أو آخرانا ويسليه هي مال وناكسن الله سبحانه وتعالى هكو جيو تاسا كيري سأدون نمدان معان أو هذي دادك هلان أي كون نولانيا الدونك سيدا علماء غار إيلا دين جنة أي كون نولانيا حياة طيبة سكر يكون إمان كرتو مال والإسكود دين ندام يبضن بلزمي مرنا صورة قلما قف أن الله كبقيه وقلبك يسوع عبس الله يكون جرته أو يعني نعمت أن الله كشكرني إلا كخادنا كبقيه والغلا صعدانا إسله آخرا الغلا حسابتم يا إسله وألك كليه وألك كليه ده شيئين أو صاص الرميسا ينلشي ساوتو سكرته بس وبالله توفيق والله على ما نقول وكيل.